بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حياتنا من الأحد إلى الخميس من الساعة 7 إلى الساعة 8. الكثير من المواضيع إن شاء الله في انتظاركم خلال حلقة اليوم. ونمسي ورحب وهلي بأخوي فيصل مع بداية هذه الحلقة. يا مساء السعادة والرضا والإنجاز وكل الخير يا عبد الله. نمسي عليك ونمسي على السادة المشاهدين ونقول لكم حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج واللي يأتيكم عبر شاشة التلفزيون قطر اللي يواكب كل ما يحدث في بلادنا الحبيبة قطر من مواضيع وأيضا إنجازات وأيضا مبادرات يتم تسليط الضوء عليها من خلال هذا البرنامج. ودائما من خلال البرنامج عندنا فقرات، وأهم هذه الفقرات اللي هو نبدأها بأهم وأبرز الأخبار لهذا اليوم. أكيد مشاهدينا الكرام، خلال أخبارنا لهذا اليوم ترأست دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية الاجتماع 43 التحضيري للاجتماع 40 للجنة أصحاب السعادة كبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون والذي عقد يوم أمس في الدوحة. أكيد عبد الله مشاهدينا الكرام، وترأس الاجتماع السيد إبراهيم عبد الله الحرمي مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة ورئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أعضاء لجنة التنسيق والمتابعة في مجال العمل البلدي بدول مجلس التعاون وإدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. أكيد مشاهدي الكرام، جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ومن أبرزها تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي بشأن التخطيط العمراني الاستراتيجي والبيئة التحضيرية، وكذلك ما يخص قرارات المجلس الوزاري بشأن كود البناء والخليجي وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام 2024-2030. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في هذه الاجتماعات، وإن شاء الله تكون تأتي بثمارها مثل ما يقولون. هذا كان خبرنا الأول مشاهدين الكرام. ننتقل معكم إلى خبر آخر، حيث أطلقت وزارة المواصلات حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة في قطاع النقل البحري تختص بمعاملات السفن الصغيرة، وذلك في إطار جهودها الرامية نحو التحول الرقمي وأتمتة الخدمات التي تقدمها، ما يساهم في تحقيق التميز في الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. أكيد مشاهدي الكرام، وتشمل قائمة الخدمات الجديدة التي ستتاح للجمهور كإطلاق تجريبي على الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات 9 خدمات تتمثل في خدمة تسجيل السفن الصغيرة، وخدمة تجديد تسجيل سفينة، وخدمة تعديل مواصفات سفينة، وخدمة إصدار بدل فاقد، وخدمة شطب سفينة، وخدمة إصدار شهادة تسلسل الملاك، وأيضا خدمة الرهن، وخدمة فك الرهن، وخدمة تعديل الملكية، مع خدمة توصيل بطاقات الوسائط البحرية عبر بريد قطر. أكيد مشاهدينا الكرام، ويؤكد إطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة مساعي وزارة المواصلات الحثيثة نحو تحديث وتطوير قطاع نقل داعم للتطور التكنولوجي وأحداث تحول نوعي في رقمنة خدماتها عبر تقديم حلول ذكية للجمهور وتوظيف التكنولوجيا لتوفير أفضل الخدمات، فضلا عن تحقيق خطط الوزارة في تطوير خدماتها. أكيد نتمنى لهم التوفيق. الكثير من الخدمات المطروحة، وهذا دائما في سبيل تسهيل كافة الإجراءات على المواطنين والمقيمين. إلى خبر آخر مشاهدينا الكرام، حيث تنظم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اليوم بالشراكة مع جامعة قطر المنتدى التدريبي الثاني بعنوان استراتيجية العمل الخيري في دولة قطر التحول نحو المستقبل، بمشاركة مسؤولي التخطيط الاستراتيجي والجودة والمشاريع في المنظمات الخيرية والإنسانية في دولة قطر. أكيد، وتتضمن أعمال المنتدى التي تستمر لمدة 3 أيام وتقام في مدرج مكتبة جامعة قطر 5 ورش عمل تعرض فيها 12 ورقة عمل ومداخلة من محاضرين في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية ووزارة الخارجية وبرنامج
الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة حمد بن خليفة ومعهد الدوحة للدراسات العليا والمجلس الوطني للتخطيط. أكيد وستتناول الأوراق البحثية في المنتدى استراتيجيات العمل الخيري والإنساني والتنموي في دولة قطر، وأيضا سياقات ومستجدات التعاون الدولي في مجالات العمل الخيري والإنساني والتنموي، بالإضافة إلى إدارة الأداء الاستراتيجي للمبادرات الإنسانية في ظل البيئات المعقدة. أكيد نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، ويعني ثلاثة أيام مليئة أمانة بالفائدة، الله يوفقكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، هذه كانت جولة أخبارنا لهذا اليوم، نبدأ معكم بأولى تقاريرنا لهذا اليوم من برنامج حياتنا، حيث انطلقت فعاليات الدورة 36 من مهرجان الدوحة المسرحي الذي تنظمه وزارة الثقافة ويستمر حتى 4 من شهر يونيو المقبل على مسرح يوفينيو الذي يستضيف المهرجان لأول مرة، إذ يسعى المعرض لاكتشاف المواهب والتأكيد على أهمية المسرح. ونتعرف على تفاصيل هذا المهرجان مشاهدينا الكرام، نشوفه معكم في هذا التقرير. كل يوم نحن مجرد مشاهدين مستمتعين بإبداعات الشباب، والمسرح هو الحياة، يعني به نشعر أن حياتنا موجودة وبدونه نشعر لا حياة. والحمد لله كل سنة الآن أصبح مهرجان المسرح يجدد في الحياة المسرحية الموجودة بدولة قطر، ويستضيف الضيوف من شتى أقطار البلاد العربية، وهذا الشيء جميل في حد ذاته، يخلق هذا التلاحم والتواصل. هذه الدورة الآن 36، شاركنا نحن في عدة دورات في الماضي، والآن الحمد لله نشارك يعني متفرجين ومساهمين ومعقبين، والحمد لله. من أول لازم نعرف أنت ليش محتاجة القرض؟ سأل إنك سألت. قولي. الله يسلمك، باقي لي شهرين وربي، وأبي أسوي حفلة ولادة. طال. أنت محتاجة 700,000 علشان تسوي حفلة ولادة. إيش بتولدين؟ سبايك ذهب أنت. سعيدة بهالعرس الجميل، سعيدة بهالتواجد الحلو، سعيدة بعيالنا بناتنا اللي نشوفهم. إحنا نتمنى إن شاء الله، وهذه هوسي ودائما أقولها في أي لقاء، إن نبي جيل أول، جيل ثاني وجيل ثالث، إن يكون عندنا صف أول وثاني وثالث. يعني مع الأسف إن عندنا الممثلين قلال جدا جدا، فإحنا نتمنى بهالعروض اللي نشوفها إن يكون عندنا عروض أو عندنا ممثلين وممثلات إن شاء الله بإذن الله مستقبلا. مهرجان طبعا الدوحة المسرحية يعني تظاهرة جميلة، ظاهرة مسرحية. طبعا هذا المهرجان سنوي تجمع مسرحي لعدد كبير من المخرجين والفنانين، وجايين إن شاء الله نستمتع بالعروض الموجودة في المهرجان إن شاء الله. عفواً، أنت قبل شغال حرامي؟ وقفتي والله. يلا إذا فتحنا هالفتحة شو بنستفيد؟ حتى لو ما استفدنا شيء، المهم نتسلى، نسوي فاني. فاني. حتى متابعين يبون. أوكي بصور لهم. لا تصوريني، لا تصوريني. طبعًا إحنا دائمًا ما ننظر إلى المهرجان على أن أحيانًا هو الملاذ أو المتنفس الوحيد، مش الوحيد لكن اللي هو اللي يجمعنا بالفنانين، نجتمع مع بعض ونشوف بعض ونشوف أعمال بعض ونطلع على تجارب بعض. هذا في حد ذاته هذا الحالة الصحية اللي دائماً اللي بحتاجها المسرح، يعني دائماً يعني إحنا عندما يكون في فرقنا أو في شركة أو في أماكننا لا يجمعنا، لكن عندما يكون هناك مهرجان بكل هذا الألق وكل هذا التميز وكل هذا الحضور المتميز من الفنانين سواء من قطر أو من دول الخليج أو حتى من الدول العربية، هذا أيضا متنفس لنا لكي يعني يشاهدون أعمالنا ويطلعون على تجارب المسرح القطري وأين وصل المسرح القطري، وهذا الشيء المهم، يعني هو ترمومتر للحركة المسرحية في قطر هذا هذا هذا, هذا المهرجان. ترى ما في لا صابون ولا شامبو، الأشياء كلها كماليات، المهم إنه في ماي بس. مش رأيك أجيب لك شوية تراب تفرك فيه نفسك وتغسل جسمك عدل؟ حلوة حلوة. طيب زين ها؟ ما حد ظني في هالدنيا غير زوجتي هذه.
تكمن أهمية مهرجان الدوحة المسرحي في إبراز مواهبنا في كل مجالات الفن المسرحي، خصوصاً أن هذا المهرجان هو أقدم مهرجان على مستوى مجلس التعاون، وكان أول مهرجان للدوحة المسرحي في شهر فبراير في عام 1978. فبالتالي منذ ذلك التاريخ طبعاً وكل المواهب تم إبرازها من خلال هذا المهرجان، بحيث أنه فعلاً يعني كان هناك أول من يألف، أول من يخرج، أول من يمثل، حتى مهندسين الديكورات، حتى الإضاءة، حتى الصوت. فبالتالي هذا المهرجان هو يبرز التاريخ الثقافي بشكل عام في قطر والتاريخ المسرحي للحركة المسرحية القطرية من خلال هذا المهرجان. والحقيقة أنا حاضر هذا المهرجان من زمان، حضرته كذا دورة، لكن ما شفته البارحة بالمسرحية الحقيقة يعني خلاني اتفائل بالمسرح القطري. كانوا شباب رائعين، قدموا عرض مدروس عن فهم وعارفين شو بدني يقولوا. يا الله من ما والله حدية الله يخلي لك عيالك ويخلي لك زوجك، الله يخلي لك الباي برند مالك. يا سول أنا أمك. أمي حياكم الله ويانا مشاهدين الكرام. نبدأ معكم أولى فقراتنا الحوارية، حيث يسعى مركز قطر للمعلومات الائتمانية منذ تأسيسه في 21 مارس 2011 إلى توفير معلومات دقيقة ومحدثة لضمان الجودة والكفاءة في عملية جمع وتحليل المعلومات الائتمانية لتحقيق قرارات ائتمانية واضحة وللحد من مخاطر الائتمان. كما يسعى المركز إلى التوسع في تقديم خدماته عبر مختلف القطاعات الاقتصادية. أكيد عبد الله مشاهدينا الكرام، وذلك استنادا على أفضل الممارسات العالمية ومن خلال مواكبة وتوظيف أحدث التكنولوجيا بالشكل الأمثل، مما يتيح تقديم منتجات وخدمات مبتكرة للمستفيدين الحاليين والمستقبليين. والحديث أكثر يسعدنا أن نستضيف السيد محمد سعد الكواري، مدير إدارة الرقابة والجودة بمركز قطر للمعلومات الائتمانية. بداية هذا المساء شكرا لتلبية الدعوة ووجودك معنا في برنامج. مشكورين على الاستضافة، جزاكم الله خير. حياك الله أخوي محمد. يعني اليوم خلنا نتكلم عن مركز قطر للمعلومات الائتمانية، شنو هي الأهداف الرئيسية وراء هذا المركز؟ تمام. مركز قطر للمعلومات الائتمانية هو مركز تابع لمصرف قطر المركزي. الهدف كان من إنشائه هو إنشاء قاعدة بيانات ائتمانية مركزية، بحيث يقوم المركز بجمع المعلومات الائتمانية وتحليلها وبالتالي تبادلها مع أعضاء المركز من مانحي الائتمان، نقصد فيهم البنوك، شركات التمويل أو أي جهة مخولة أن تعطي تسهيلات ائتمانية للعملاء. ومن أهداف المركز أيضا نشر الوعي بأهمية الثقافة الائتمانية والمساهمة في تقليل من المخاطر الائتمانية. جميل. يعني احنا خلينا نتكلم على هذه البيانات اللي مثل ما تفضلت وذكرتها، تسهل هذه العملية في موضوع اعطاء المستفيد الحق مثلا في حصوله على التسهيل المطلوب. صحيح. بناء على عدة معايير وبناء على عدة امور يتم تحليلها ودراستها في مركز قطر للمعلومات الائتمانية. بالإضافة الى ذلك، كيف يسهم المركز في تعزيز الشفافية المالية في دولة قطر؟ احنا مثل ما ذكرنا اخوي فيصل اللي هو جمع المعلومات شيء مهم جدا للمركز، فتوفير المعلومات هذه تعزز الشفافية، بحيث ان احنا لما نجمع المعلومات وتكون معلومات دقيقة واضحة شاملة يسهل الوصول اليها، فهذه بتساعد كثير من مانحي الائتمان على الوصول الى قرارات ائتمانية سليمة. احنا نوفر هاي المعلومات عن طريق تقرير ائتماني يطبعونه او يطلعون عليه، في بيانات العميل، في التسهيلات الائتمانية الممنوحة له، في تفاصيل كل تسهيل ائتماني سواء كان قرض شخصي، بطاقة ائتمان، تمويل عقاري، تمويل سيارة، كل التفاصيل موجودة. بالإضافة إذا في حالة وجود متأخرات على العميل راح تظهر في هذا التقرير، في حالة وجود شيكات مرتجعة أيضا راح تظهر في هذا التقرير. هذه البيانات متوفرة حق الأفراد والشركات، بس في قيمة مضافة حق التقرير الائتماني الخاص بالأفراد. احنا عندنا خدمة التقييم الرقمي، هو عبارة عن عداد يبتدي من 350 أو باللون الأحمر وصولا إلى 850 باللون الأخضر. طبعا كل ما ارتفع الرقم واقترب من اللون الأخضر عبارة أن هذا العميل ملتزم في تسديد التزاماته،
احتمالية تعثره بتكون قليلة، وبالعكس إذا كان باللون الأحمر معناته أنه بيكون عميل شوي عالي الخطورة، احتمالية تمويله بتكون فيها مخاطرة، فيمكن غير قادر على تسديد التزاماته. اليوم يعني ذكرت الكثير من الأمور اللي تقومون فيها، ولكن هل في تحديات واجهتكم لإدارة البيانات الائتمانية؟ تمام. والله في بداية إنشاء المركز كان في تحدي عن آلية جمع هذه البيانات. احنا بدينا مع البنوك وشركات التمويل بحكم انهم تحت مظله مصرف قطر المركزي، كان تجميع البيانات من انظمه مختلفه لان كل عضو عنده نظام مختلف، عنده اليه تخزين بيانات بطريقه مختلفه، فطريقه توحيد هذه البيانات وجعلها في صيغه موحده كان فيها نوع من التحدي. الحمد لله يعني كان في توجيهات ان جوده البيانات ما تنزل عن نسبه 95%، والحمد لله التسليم الشهري اللي احنا نستلمه من الاعضاء يتعدى هذه النسبه، يعني 95% وفوق. التحدي الآخر أيضا جذب المزيد من الأعضاء. إحنا حاليا بدينا مع البنوك وشركات التمويل، دخلوا معنا شركات التأمين، ودخلوا معنا أيضا قطاع الاتصالات ووكالات السيارات، أيضا أي جهة تقدر تقدم تمويل أو تسهيلات ائتمانية لعملائها يعني إحنا نشجع أن ينضمون إلينا. فكل ما زادت قاعدة البيانات موجودة عندنا كل ما قدرنا نعطي بيانات أوضح عن العملاء، وهذا أيضا يسهل عليهم موضوع اتخاذ القرار. يعني في حال بالضبط. المؤسسات اللي مثلا ما انضمت إلى مركز قطر للمعلومات الائتمانية، وجودهم وكونهم كعضو في هذا المركز راح يسهل عليهم العديد. يعني بالضبط، هي الاستفادة متبادلة، يعني هم إذا انضموا يستفيدون من المعلومات اللي عندنا، وإحنا نستفيد أيضا من قاعدة البيانات الموجودة عندهم. بالضبط. طبعا أبو سعد، اليوم احنا نتكلم على الكم الهائل من البيانات اللي تم تداولها في هذا المركز، سواء كانت من معلومات شخصية، من معلومات مالية ائتمانية وغيرها من هذه الأمور كلها اللي هي تعد شخصية للفرد اللي راح يتقدم على طلب مثلا التمويل. كيف يتم التعامل مع خصوصية هذه البيانات؟ طبعا في احنا نولي اهميه كبيره حق خصوصيه البيانات. اول شيء ما يتم الاستعلام عن العميل الا بعد اخذ موافقته. يعني العميل لما يروح حق البنك ويتقدم على قرض او تسهيل ائتماني يوقع عدم ممانعه بانه يتم الاستعلام عنه لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانيه. بالاضافه لذلك اليه تبادل البيانات بيننا وبين الاعضاء تكون مشفره بالكامل. وايضا عندنا انظمه تمنع تسريب البيانات اللي هي معروفه بالدي ال بي او داتا لوس بريفنشن. هذه الأنظمة تمنع أي محاولات غير مرخص لها باستخراج البيانات من أنظمة المركز. بالإضافة لذلك الحمد لله المصرف المركز حاصل على شهادة الآيزو في أمن المعلومات، ويتبع التعليمات الصادرة من مصرف قطر المركزي ومن وكالة الأمن السبراني. فإحنا يعني نتبع حتى كل التعليمات الصادرة وننفذها. يعني ما شاء الله الخصوصية موجودة عندكم في مركز قطر للمعلومات الائتمانية، ولكن إحنا اليوم قاعدين نشوف التطورات اللي قاعدة تصير في التكنولوجيا. فعندكم في المركز شنو هي الخطوات اللي اتخذتوها لمواكبة هذه التطورات الحديثة اللي إحنا قاعدين نشوفها في مجال التكنولوجيا؟ أول شيء لله الحمد أنه صار الاعتماد على الخدمات التكنولوجية صار بشكل كبير. الخدمات المقدمة بالإضافة إلى وجود مركز خدمة عملاء عندنا يمكن العميل يقدر العميل أنه يجي ويطبع تقرير الائتماني، صار في البوابات الإلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني، عن طريق تطبيق الهواتف الذكية، والحمد لله يمكن نسبة الاستخدام على تطبيقات الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني وصل إلى نسبة 80% من طرق سحب التقارير الائتمانية. بالإضافة إلى ذلك داخليا أيضا تم تطوير نظام المركز داخليا وبكفاءات محلية من داخل المركز. النظام مرتبط مع الأعضاء من بنوك شركات تمويل، بحيث أنه حتى لو حبوا يربطونها مع أنظمتهم عن طريق النظام متى ما تقدم العميل على تسهيل ائتماني يتم الاستعلام عنه بشكل مباشر. مثال آخر أيضا على الربط مع الأعضاء، أجهزة الصراف الآلي اللي فيها خدمة طباعة الشيكات أو الأجهزة اللي تطبع الشيكات مرتبطة أيضا بنظام مركز قطر المعلومات الائتمانية، بحيث العميل من يطلب دفتر شيكات أول شيء يتم الاستعلام عنه بشكل لحظي مباشر أنه يعني من الفئة اللي مسموح لها يطبع دفتر شيكات. جميل. يعني احنا اليوم نتكلم على احدى ركائز ورؤيه قطر الوطنيه 2030 اللي هو دعم الاقتصاد القطري، واحد من احد الجوانب اللي تدعم الاقتصاد القطري اللي هي وضع مثلا المراكز او المؤسسات اللي هي تكون مسانده لهذا الاقتصاد وتحميه من المخاطر على سبيل المثال. صح. فتقييمكم لمركز قطر
المركز قطر للمعلومات الائتمانية واللي التأثير اللي أحدث هذا المركز من لحظة تأسيسه إلى هذه اللحظة؟ والله أول شيء يعني نقدر نقول أنه صار في ثقة في التعاملات المالية، يعني الحمد لله حين العضو أو مانح الائتمان سواء بنك شركة تمويل صارت عندها المعلومة واضحة أن هذا العميل أنا ممكن أموله، ما عليه مخاطر كثيرة، أو بالعكس إذا هو عليه مخاطر كثيرة راح تظهر في هذه في هذا التقرير الائتماني. فصار في ثقة في التعامل في الدخول في التعاملات المالية. ثاني شيء عززنا روح وشجعنا أن العميل يروح ويسدد التزاماته أول بأول، لأن كل ما سدد التزاماته كل ما كان تقييمه أعلى، كل ما يحسن من تقييمه بالضبط، وسهولة في وصول حق خدمات تمويلية أخرى. فهذا الشيء بعد ساهمنا فيه، ساهمنا في طبعا في تقليل المخاطر الائتمانية بحكم أن هذه المعلومات متوفرة وموجودة. صار المركز أداة يستعان فيها، يعني غير الأعضاء اللي داشين معانا في القطاع العقاري في القطاع التعليمي يرسلون عملائهم لنا بحيث أنه يطبعون تقاريرهم الائتمانية ويطلعون عليها، وعلى أساس أنه قبل الدخول في تعاملات مالية معاهم هم عندهم تصور واضح عن وضع العميل المالي. نعم، الله يعطيكم العافية على جهودكم اللي تقومون فيها ودوركم واضح صراحة. سيد محمد سعد الكواري، وأنت مدير إدارة الرقابة والجودة بمركز قطر للمعلومات الائتمانية، يعطيك العافية وشكرا لك على وجودك معنا. تسلم، يعطيك العافية، طول بعمرك. مشاهدينا الكرام، هذه كانت فقرتنا الحوارية الأولى، راح ننتقل معكم إلى موضوع آخر، حيث انطلقت فعاليات النسخة 20 من معرض بروجكت قطر، أحد أكبر معارض مواد ومعدات وتقنيات البناء والإنشاءات في دولة قطر، والتفاصيل أوفى عن هذا المعرض وما يتضمنه نشوف معكم هذا التقرير ولنا رجعة. طبعا نحن اليوم احتفينا بافتتاح النسخة 20 من معرض بروجكت قطر، المعرض الأكبر والأطول والأكثر استمرارية في مجال المعارض التجارية الدولية المتخصصة بقطاع البناء في دولة قطر. هذه النسخة المميزة تأتي تتويجا لمسيرة حافلة قطعها المعرض خلال 20 سنة متواصلة، وتأتي أيضا مقدمة لمرحلة جديدة إن شاء الله سوف يباشر بها المعرض انطلاقا من هذه النسخة. تشارك في دورة هذه السنة 250 شركة تتوزع بين 120 شركة دولية من 25 دولة مختلفة و130 شركة محلية. المعرض يركز هذه السنة على عناوين الاستدامة ومكافحة التغير المناخي والتقنيات الذكية في مجالي البناء والتصنيع. سوف يقام خلال فعاليات المعرض مؤتمر مصاحب يقام على مدار 4 أيام، يتناول مواضيع فرص الاستثمار في قطاع البناء في قطر، الاستدامة، تقنيات التصنيع الذكي وتقنيات المدن الذكية. حرصنا هذا العام في هذه النسخة 20 من هذا المعرض المشاركة، وهي أول مشاركة لشركة أعمال. طبعا هذا المعرض يتيح فرصة لنا لإبراز هوية شركة أعمال وتعزيز مكانتها في السوق، وكذلك هو فرصة للالتقاء مع أصحاب الخبرة وأصحاب القرار. بالإضافة لذلك هذه المعارض فرصة لبعض الصفقات كذلك، وكذلك دراسة السوق. طبعا هذه المرة الثامنة لهيئة الأشغال المشاركة في معرض بروجكت قطر. فكرة المشاركة هي تعريف الشركات الموجودة عندنا لوكلي وحتى خارج الدولة عن المشاريع اللي تشرف عليها الهيئة والمشاريع المستقبلية للهيئة، وأي شركة محتاجة تكون جزء من مشاريع الهيئة تأخذ لها فرصة تتعرف أكثر على المشاريع الموجودة. شركة كيو تيرمينس شركة رائدة في عمليات إدارة البضائع والحاويات، مقرنا الرئيسي هنا في دولة قطر في ميناء حمد. الشركة تأسست في 2016، نقوم بإدارة جميع أعمال تشغيل ميناء حمد. مشاركتنا هذه في بروجكت قطر تأتي المشاركة الخامسة، والهدف من المشاركة هذا رؤية السوق المحلي وتغطية السوق المحلي القطري بجميع مواد البناء والمواد الصناعية. والله هذا كان شرف لنا لحتى نشارك ببروجكت قطر 2024،
لنتطلع على شريحة أكبر بالسوق القطري والسوق الخليجي بشكل عام، وإن شاء الله نلبي متطلبات الزوار. وأهلا وسهلا فيهم. حياكم الله يا مشاهدينا الكرام. لاقت البرامج التأهيلية المتعلقة بتنمية الموارد البشرية للجمهور إقبال كبير من المهتمين بتطوير الذات وتنمية المهارات وإعادة بلورة طرق التفكير التي تهدف إلى المساعدة في تحقيق النجاح والتغيير نحو الأفضل على مستويين المهني والشخصي. أكيد مشاهدينا الكرام، في المقابل يواجه مدربي التنمية البشرية الكثير من الانتقادات نظرا لطبيعة الدورات التي يتم تقديمها. والحديث أكثر يسعدنا أن نستضيف السيد خالد صالح اليافعي، مدرب في التنمية البشرية. بداية هذا المساء شاكرين تلبية هذه الدعوة وجودك معنا في برنامج حياتنا. العفو، حياكم الله، وأنا سعيد أني ألتقي بكم في هذه الفقرة المميزة والمهمة أيضا في مجال التنمية البشرية. أكيد، يعني أستاذ خالد، اليوم إحنا في المقدمة قاعدين نقول أن أنتم تواجهون بعض انتقادات كمدربين تنمية بشرية. اليوم خلنا في البداية قبل ما ندخل في الدورات اللي تقدم، المواضيع اللي تطرح في هذه في التنمية البشرية، خلنا اليوم نتكلم عن مفهوم التنمية البشرية. شنو المقصود بالتنمية البشرية، وليش يواجه بعض مدربي التنمية البشرية هذه الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف. التنمية البشرية، مفهوم التنمية البشرية، هو تحسين جودة الحياة للأفراد في وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم بناء على الجوانب المختلفة، في الجانب الصحي، القطاع الصحي، القطاع الاجتماعي، القطاع التعليمي، القطاع تمكين المواطن والموظف الاقتصادي. كل هذه الجوانب بحاجة إلى تحسين جودة الحياة في ظل هالمتغيرات الكبيرة والسريعة اللي قاعد نشوفها في الحياة. فهذا مفهوم بسيط جدا عن مفهوم التنمية البشرية. واليوم الدول يعني تأخذ المراكز، تصنيف الدول في مراكز التنمية البشرية بناء على تحقيقها لمعايير التنمية البشرية في القطاع الصحي، التعليمي، الاقتصادي، وبناء عليه يقول هذا المركز الأول في على مستوى العالم العربي، المستوى الرابع، الخامس، وقطر تبارك الرحمن دائما ما تتصدر مؤشرات التنمية البشرية، تكون دائما في الأولى بين هذه الدول. التدريب يأتي إيش؟ التدريب يهدف إلى إكساب الفرد والأفراد المهارات والقدرات والإمكانيات اللي تأهلهم إنهم يتعاملون مع هذه المتغيرات في الجوانب المختلفة. فإذا يأتي التدريب لتحقيق مفهوم التنمية من خلال مجموعة دورات تدريبية وتصنف تحت تصنيف معين. هناك في دورات تدريبية للوعي العام والثقافة العامة، في لتغيير السلوك، في لتغيير فكر، في بناء الثقة، في للجانب الإداري، في الجانب المهني، في الجانب التقني، دورات مختلفة وقطاعات مختلفة. يأتي المدرب لتعزيز وتغيير الدورات هذه. باختصار نروح الهجوم. لماذا؟ أنا يمكن في جانب أقول يمكن معهم، نعم هناك إساءة في مجال التنمية البشرية لبعض المدربين، لكن أقول والإساءة وين ما حصلت اليوم؟ يعني هل يوجد هناك مهندسين أساءوا للهندسة؟ هل يوجد هناك أطباء أساءوا لمهنة الطب؟ أليس هناك في الاقتصاد تجار أساءوا، هناك غش تجاري وغش؟ أليس هناك إساءة في كل جانب من جوانب الحياة؟ والتنمية أيضا طالت إن هناك لعدة أسباب. السبب الأول جهل بعض المدربين خاصة المبتدئين، كان في جهل في أنهم أخذوا كل مفاهيم الدورات أو المعلومات في الجوانب المختلفة وجاءوا قدموها بدون أي تنقيح، بدون رجوع، يعني قدموا أشياء كانت تخالف الدين والعقيدة الإسلامية، لأن من قدمها كان بعيد عن الإسلام، فجهه أخذها بدون تنقيح لجهل، اسمح لي، للمبتدئ. ولذلك المدربين أيضا يعني يصنفون في مبتدئ، في متقدم، في خبير، في هناك في محفز، في المدربين يختلفون. من أساء؟ معظمهم هم المبتدئين اللي في الحقيقة
نشوة، خليها أشوف ترى التدريب أيضا والنجاح فيه لنشوة وشهرة، وهذا يقود البعض أنه أحيانا يشطح فأساءوا في الحقيقة. نعم هناك إساءة، لكن أنا ضد التعميم. ليش التعميم على كل مدربين تنمية؟ إذا أخطأ واحد أو أخطأوا مجموعة، هل معناته أني أخذ هذا التعميم وأسقطه على بقية التدريب أو المفهوم هذا؟ اليوم إحنا بحاجة للتدريب في الحقيقة، اليوم إحنا بحاجة. التدريب هدف التغيير، التدريب هدف تغيير سلوك، تغيير فكر، اكتساب مهارة، قدرة، تحسين المخرجات. اليوم عندي اليوم المؤسسات التغيير الكبير في الجانب الإداري، الجانب الصناعي، بحاجة إلى تدريب. صحيح. وفي فرق بين التعليم والتدريب. التعليم يأخذ على بشكل عام وبنطاق أوسع كبير، لكن في هناك نقول التدريب بحاجة إلى تخصصية أكثر. أكيد. وبالتالي أنا ضد التعميم، أنا ضد أي تعميم سلبي في الحياة. نعم هناك في بعض، لكن ما يقول والله هؤلاء المثالية والتفاؤل. يعني البعض يمكن أحد الأشياء اللي التفاؤل المفرط والإيجابية المفرطة اللي أنتم تخدعون فيها البشر، وهذه دائما نسمع أنتم تخدعون الناس، أنكم تعطون الناس تصور وحياة مثالية غير الواقع. مين قال هالكلام؟ إذا كان ديننا الدين الإسلامي هو دين تفاؤل، ديننا دين تفاؤل، دين الله سبحانه وتعالى يحثنا على العمل، يحثنا على الإيجابية. رسولنا عليه الصلاة والسلام في كثير مواقف الأحاديث يحثنا على أن إحنا نكون نعمل. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في حديث قضية الجودة اليوم فيما حتى مفهوم التوظيف؟ أنت بحاجة اليوم الموظف الكفؤ، الموظف المحترف، صح؟ أن خير من استأجرت القوي الأمين. شنو القوي؟ القوي بقدراته، مهاراته، فكره، مهار. الامين سمات الشخصيه، فهناك سمات شخص. فانت بحاجه اليوم حتى تطور بحاجه الى هذه القيم اللي تعززها في الفرد حتى يواكب التغير، يواكب العلوم المختلفه اللي قاعد تتغير، يواكب التقنيات المختلفه اليوم حتى في مجال الاعلام، في مجال الاذاعه، في مجال الصحافه، في تغير، في تطور. طب كيف انا اكتسبه؟ اليوم حتى احنا في الجامعه او اللي بندرس الاعلام في الجامعه يدرس مهارات، لكن المحك الحقيقي هو لما يدخل سوق العمل. المحك الحقيقي لما يتدرب على مهاره، وهذا هي اللي تقوي هذا الجانب او الجانب المهاري عند الافراد. صح. اليوم ابو صالح خلينا نطرق الى احد الجوانب، الا وهي استغلال هذه الدورات انها تكون تجاريه وماديه الى حد ما. ففي بعض مثلا من خلال متابعتنا لما يحدث في هذا المجتمع، فنلاحظ مثلا بعض الدورات في التنمية البشرية يكون ترويجها أكثر على مثلا جانب أنه تعال حسن من قدراتك وهالأمور كلها، ولما مثلا على سبيل المثال تستفسر عن الموضوع تلاقي المبلغ مبالغ فيه. نعم صحيح. والمخرجات ضعيفة. أتفق. وهذا أحد الأسباب اللي أسرعت للتدريب. بعض المراكز للأسف هدفها الربح المادي البحث بعيد عن أي قيم. يا أخي المدرب صاحب رسالة. صحيح. المدرب صاحب قيم، أخلاقيات. لا يمكن اليوم أن مدرب لا يحمل هذه الصفة، لا يحمل. لذلك يعني إذا إحنا نقول دائما الله سبحانه يقول أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنت اليوم في بعض المراكز نعم أنت تعطيك هذا التهويل وهذا، وفي النهاية المادة والمدرب أنا آسف من أسوأ ما يمكن، ما أختلف أتفق في هذا، لكن كم مركز يعمل ويقوم بهذا؟ بعض المراكز. صحيح. وخلال فترة قصيرة ينكشفون. سبحانك المدرب ينكشف والمراكز تنكشف على طول، وخاصة في مجتمعات مثل مجتمعنا. اليوم المجتمع واعي يا جماعة، اليوم المجتمع والمشاركين ترى يمتلكون وعي. اللي يشاركون ليس هم يعني يمكن في البداية مع المتدربين اللي أول مرة يحضر أشك يمكن ينبهر، يمكن يعني خلينا نقول يلا ينخدع، لكن بعد دورتين ثلاث يزيد وعيه. صحيح. راح يكتشف أن هذا مدرب أساء، هذا المدرب لا يصلح للتدريب، هذا المدرب استغلالي موجود كما هو موجود في القطاعات المختلفة. صحيح. القطاعات صحيح. المختلفة أيضا فيها غلاء، هناك فيه لها أسباب، لكن في النهاية نعم هل النماذج موجودة؟ نعم. لكن ما تطول تنكشف على طول والناس تبعد عنها. أستاذ خالد يعني احنا حديثنا شيق معك وبدنا موضوع نطول أكثر لأنه موضوع جدا مهم. في سؤال أخير اليوم، خلينا نقول فرضا أنا مدرب. نعم. وفيصل جاء عندي خذ الدورة عندي، شلون أنا أتأكد مع نهاية هذه الدورة أن فيصل استفاد من المعلومات اللي أنا طرحتها عليه؟ شوف التدريب
أنا مش ملزم كمدرب أنا أقدم مادة الاستفادة ومدى تطبيقها. عندنا مشكلة دائما في التطبيق حتى في ديننا عندنا مشكلة في تطبيق التدريب واضح. معظم المتدربين والغالب يأخذ المادة التدريبية ويتحمس في البداية نفس ما أنت تأخذ كتاب تروح معرض الكتاب تأخذ لك 10-20 كتاب تقرأ يمكن كتاب واثنين وعقب تركن والبقية نفس الشيء. اليوم لا تأثير؟ إيه والله لا تأثير. اليوم شوف كل شخصية قيادية في قطر أو خارج قطر، شوف كل سواء شاب أو فتاة، شوف اليوم المؤثرين، شوف اليوم أصحاب الإنجازات، شوف لا كلهم بلا استثناء ادخلوا دورات تخصصية تدريبية. إفراز هذه الدورات أنا ما بتكلم لأن لو تكلمت بتقول خالد أنت قاعد، لكن أمانة اليوم إفراز المدرب الناجح ومركز التدريب الناجح اللي يفرز مثل هذه النخبة، تعال شوفهم اليوم كيف مؤثرين، شوفهم اليوم في مراكز ومناصب تبارك الرحمن الله يوفقهم. اليوم في مجموعة من الشباب نفتخر فيهم من قطر ذيل تدربوا وأكيد في مجالات وقطاعات مختلفة. اليوم احنا نجحنا في قطاعات الرياضة، اليوم تعال شوف شبابنا تبارك الرحمن تدربوا تدريب مكثف سواء تدريب نظري أو تدريب عملي من خلال إدماجهم في البطولات في, 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 في الواقع وحققوا. لذلك اليوم النتيجة تدري تعرف متى؟ لما أشوف هذا الشخص إيش حقق وين وصل أعرف أن هذا تدريب. لكن هل الكل؟ لا طبعا نفس التعليم نفس هناك في ناس من يكون عندها شغف النجاح في داخلها شغف النجاح شغف التميز وبالتالي هي تسعى لتطوير نفسها. في ناس تبي تأخذ لي شهادة للتطوير المهني وللترقية هذا مختلف وهذا مختلف، هذا لا يحقق نتائج وهذا يحقق نتائج. لكن اليوم التدريب أساس اليوم لأي شخص عنده حلم عنده هدف يريد تحقيقه التدريب أحد الوسائل والمرتكزات الرئيسية لتحقيق نجاحه في الحياة. إن شاء الله بنمر عليك ونأخذ عندك دورة إن شاء الله. يا مرحبا حياكم أتشرف. الله يعطيك الصحة والعافية. نشكر في ختام هذه الفقرة ضيفنا السيد خالد صالح اليافعي مدرب في التنمية البشرية، شكرا جزيلا لك. العفو حياكم الله. يعطيك العافية أستاذ خالد. مشاهدينا الكرام ننتقل وياكم إلى هذا التقرير، نتكلم عن مشروع مكتبة بالسي فولتير لخدمة الطلبة وأيضا خدمة الناطقين باللغة الفرنسية. شوف هذا التقرير ولنا. ليسي فولتير وجدت من 2005، أنتجت إلى الآن أكثر من 1700 طالب، مئات الطلبة القطريين تخرجوا. هؤلاء الطلبة اكتشفنا أن عندهم أزمة في قضية إيجاد كتاب باللغة الفرنسية خاصة الكتب المتخصصة، يحتاجون إلى دعم فني في هذا الجانب. لذلك جاءت الفكرة لدعم طلبة ليسي فولتير، ويعني ورأينا أن الفكرة ممكن تطور لتخدم كل الناطقين باللغة الفرنسية في قطر. عددهم كبير الآن على ما فهمت أنه في 150,000 شخص الآن يتكلمون اللغة الفرنسية في قطر من قطريين وغيرهم. فجاءت الفكرة مزيج من أنه نخدم طلبة فولتير وفي نفس الوقت ندعم الناطقين بالفرنسية في قطر لدخول هذه المكتبة. نأمل إن شاء الله بأن تكون على السنة القادمة إن شاء الله نستطيع في 2025 افتتاح هذه المكتبة لخدمة طلبة فولتير ولخدمة الناطقين بالفرنسية في دولة قطر. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير ونبدأ معكم آخر فقراتنا الحوارية لهذا اليوم من برنامج حياتنا، حيث احتفلت أكاديمية قطر لعلوم الطيران بتخريج 47 طالبا، وقد تنوعت تخصصات الخريجين إلى 4 تخصصات في مجال الطيران، شملت قسم التدريب على الطيران التجاري وقسم هندسة وصيانة الطائرات وقسم المراقبة الجوية والبرنامج المتقدم لإدارة عمليات المطار. والجدير
بالذكر مشاهدينا الكرام أن الدفعة الجديدة من خريجي أكاديمية قطر لعلوم الطيران ستعكس الخبرات والمهارات التي اكتسبها الطلاب من الأكاديمية ليصبحوا روادا في هذا المجال الحيوي. وللحديث أكثر سرنا أن نستضيف في هذا الاستوديو السيد ناصر يوسف العبيدان وهو مدير إدارة شؤون الأكاديمية في أكاديمية قطر لعلوم الطيران. حياك الله معنا. يا مرحبا. نبارك لكم أمانة هذا تخريج الدفعة 2024 وإن شاء الله بإذن الله نتمنى لهم التميز في تأدية مهامهم مثل ما شهدنا وعهدنا من الدفعات السابقة. بداية أبو يوسف لو نتكلم عن خريجي دفعة 2024. طبعا هم عدد الخريجين 49 طالب وطالبة على خمس تخصصات تقريبا اللي هي الطيران التجاري وهندسة سيارة الطائرات والإدارة عملية المطار والمراقبة الجوية والأرصاد الجوية. وطبعا عندنا بعد بالإضافة إلى هذا اللي هو الطيران الخاص بس طبعا هو موجود من ضمن التخصصات المتاحة. نعم. الطالب اللي بيقدم عليها مش طالب هو طبعا تعرف هذه اللي هو هواة الطيران. فمتاح بعد اللي بيقدم عندنا بعد مجموعة من الطلبة ملتحقين في البرنامج. نعم. يعني اليوم سيد ناصر ممكن أن في شباب يطلعون وبنات حابين أن ينتسبون لهذه الأكاديمية، شنو هي شروط القبول في الأكاديمية؟ طبعا لا تقل النسبة عن 70%، وإذا كان أقل يعرض على اللجنة ونشوف على حسب التخصصات المتاحة. وطبعا القبول مفتوح، راح يغلق إن شاء الله في 30/7. والإقبال الحمد لله طيب، ونتمنى من الطلبة القطريين زيارة الأكاديمية لتقديم الطلب. أكيد. اليوم إحنا نتكلم على أيضا جانب الالتحاق بهذه الأكاديمية، فهل هناك في منح تطرحها الكلية وما هي الفئات المستهدفة؟ والله الكلية ما تقدم منح، الكلية الأكاديمية طبعا هي مركز تدريب. يعني مش يعني نظامها غير مختلف عن الجامعة، ولكن هي طبعا برسوم دراسية في بعض الجهات في الدولة أو في بعض الجهات الخارجية تدعم وتحول طلابها علينا ويدرسون طبعا برسوم دراسية. اليوم ممكن أن هذه الكلية هل هناك دعم تقدمه الكلية خصوصا لمن هم يتخرجون منها فيما يخص الوظيفة فيما يخص التدريب بعد فترة الدراسة؟ والله طبعا خريجين الأكاديمية أغلبهم يجون على منح من مؤسسات في الدولة اللي هي في مجال الطيران، وطبعا الوظيفة مضمونة لهم. وبالعكس يعني الخطوط القطرية وفي يعني والجهات في مجال الطيران تدعم خريجين الأكاديمية. جميل. والأولوية طبعا منهم الجيش والقوات المسلحة والهيئة الطيران المدني والخطوط الجوية القطرية. أكيد. أبو يوسف أنت فضلت ذكرت في بداية اللقاء على موضوع اللي هو الطيران الخاص اللي هو الخاص بالهواة في هذا. نعم. المجال، فإذا في مجال مثلا نتعرف على تفاصيل أكثر على هذا الجانب. والله هو طبعا مدة البرنامج من 6 شهور إلى 9 شهور. طبعا على يقدم الطالب على مواد دراسية وبعد عقبها يخضع على تدريب طيران في مدة معينة ويأخذ الليسن معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني. أحد الشروط للالتحاق بهذا البرنامج؟ والله ما في شروط طبعا، الشروط أنه يكون يعني عنده ثانوية عامة. وإحنا ندرب نعطيه مواد لغة إنجليزية، إذا كان ضعيف في اللغة الإنجليزية نعطيه مواد، أو إذا عنده الآيلس وإحنا نعطيه الكتب هو يدرس فيه، يدرس هو لحاله يعني ما يدرس في الكلية. ممتاز. يدرس فيها بشكل منفصل. منفصل أيوة، هو أغلب حق الموظفين يعني. تحصل الموظف يبي يدخل في مجال الطيران ياخذ الكتب ويراجعها وكذا ويقدم اختبارات، وعقب ما يخلص المواد الدراسيه يلتحق في برنامج التدريب. اليوم ذكرنا الخريجين اللي تخرجوا اليوم 49 عددهم، صحيح؟ نعم. اليوم شنو هي اليه احتساب المعدل؟ كم عدد الساعات المطلوبه على اساس ان الواحد يقدر يتخرج؟ والله هو شوف في مجال الطيران مختلف الامر عن الجامعه، الجامعه على الساعات الدراسيه والنقاط المكتسبه ولكن في مجال الطيران هو ساعات تدريب، ساعات حضورية يعني نجاح ورسوب، وطبعا يخضع إلى برامج إلى اعتماد الأياسة والأياتا المنظمات الأوروبية، نخضع لشروطهم ويكون تحت رقابتهم، والطالب الخريج من عندنا أول ما يتخرج يحصل على ليسن معتمد من هيئة الطيران الأوروبي. جميل.
يمكن في ختام هذا اللقاء نستغل وجودك بيوسف معنا ونتوجه رسالة لطلاب الثانوية اللي هم على مشارف الانتهاء من المرحلة الدراسية اللي هو صف الـ12 وتفكيرهم ومخططاتهم للانضمام أو اختيار التخصص المناسب لهم. والله احنا طبعا نرحب بجميع الطلبة من البنين والبنات للالتحاق بالأكاديمية، وطبعا احنا مثل ما قلت لك آخر يوم في الإغلاق القبول اللي هو 30/7. ممتاز. وإحنا نرحب الطلاب سواء القطريين أو المقيمين أو من خارج الدولة. ولكن بغيت أضيف نقطة، إحنا صارت لنا اتفاقية مع جامعة الدوحة أن الطالب بعد ما يتخرج من عندنا يقدر يكمل بكالوريوس، وإحنا نخرج دبلوم دبلوم اللي هو المنظمة الأياسة والأياتة. أيوة. بعد ما يتخرج في هندسة الطيران وإدارة عمليات المطار يقدر يلتحق في جامعة الدوحة ويحصل على البكالوريوس. صارت اتفاقية بيننا وبينهم، وحين قاعدين نعد لجان وتشتغل على البرنامج إن شاء الله. أكيد الله يعطيكم العافية وبالتوفيق إن شاء الله لكم ولكافة الطلاب المنتسبين للأكاديمية. كل الشكر لك سيد ناصر يوسف العبيدان، وأنت مدير إدارة الشؤون الأكاديمية في أكاديمية قطر لعلوم الطيران، يعطيك العافية على وجودك معنا. شكرا جزيلا. شكرا، عساك على القوة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مثل ما احنا عارفين المراحل الدراسية قاربت على الانتهاء، نتمنى التوفيق لجميع الطلبة بجميع المراحل الابتدائية الاعدادية الثانوية وأيضا الجامعة. هذه فرصة ان الواحد يقعد مع اهله يستشير يشوف يسأل يستفسر يسأل أيضا المدربين في مجال التدريب، ونتمنى لكم كل التوفيق. احنا وصلنا الختام، وصلنا الختام مشاهدي الكرام، نشوفكم بكرة ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامج حياتنا. مع السلامة.